السلام عليكم، أهلا بكم في المحاضرة الأخيرة من كورس Understanding Linux. في المحاضرة دي هنتكلم شوية احنا درسنا ايه خلال الكورس، وبعدين نبتدي نتكلم على طيب احنا بعد الكورس ده ايه الخطوات اللي ممكن نعملها لو عايزين نكمل في المستكة دي. هنشوف ازاي ان احنا كل اللي اخدناه ده مجرد مقدمة بسيطة في استخدام اللينكس. هي مقدمة بسيطة بس في نفس الوقت هي مقدمة تكفينا ان احنا نتعامل مع لينكس سيستم ونعمل الحاجات الأساسية اللي عليه. بس بعد كده لو انا عايز ابقى متخصص في المجال ده في حاجات تانية المفروض الواحد يتعلمها، وده هنتكلم شوية عنه في المحاضرة دي. أرجو تكون المحاضرة واضحة ومفيدة، ولو في أي أسئلة يا ريت تحطوها على الديسكشن جروب. يبقى التايتل بتاع محاضرة النهاردة What's Next؟ احنا في الكورس ده درسنا مجموعة من الحاجات بخصوص Linux Command Line Interface، ومنها مثلا اتكلمنا عن التعامل مع الفايلز والفايل سيستمز، اتكلمنا عن ازاي ان Linux is a multi-user operating system وازاي نمانج البرميشنز بين اليوزرز، اتكلمنا عن البروسيسز والبروسيس مانجمنت والبروسيس مونيتورينج والبروسيس لايف سايكل، اتكلمنا عن النتوركينج concepts وapplications وازاي نستخدمها مع Linux، اتكلمنا عن ازاي نتعامل مع text files سواء الحاجات البيزك او حاجات زي regular expressions، اتكلمنا عن ال input output وال TTY terminals، واتكلمنا عن redirection وال piping، اتكلمنا عن حاجات كتير تانية بما فيها device drivers file system different special types of file systems زي ال proc وال sysfs. الكورس ده غطى مواضيع كتيرة جدا بخصوص اللينكس، بس ده طبعا does not cover اللينكس ككل. الموضوع اللينكس is a huge topic، مش عمره ما هيكفر one course، في يعني it's a whole career لو انت عايز تخش في اللينكس وتفاصيله. بس كل واحد بيبقى ليه needs مختلفة حسب مجال تعامله مع اللينكس او حسب مجال شغله او دراسته، وعشان كده عايزين نشوف ازاي نبروسيد. يعني انا خلاص خدت الكورس ده يعتبر نقطة نقلني من النقطة زيرو الى نقطة معينة، بعد كده اهو حسب الاتجاه اللي انا عايز امشي فيه ايه اشوف ازاي ابروسيد بعد الكورس ده. فممكن بعد الكورس ده مثلا اكون انا interested ان انا دي enough information تخليني اشتغل بيها، بس apply الانفورميشن دي واحطها ان اكشن في شغلي او في دراستي. احنا خدنا كوماندز كتيره جدا، وصعب طبعا ان الواحد بعد ما خد المحاضرات دي كلها ان هو لو ما طبقش الحاجات دي كلها مش هيبقى ليها فايده، وفي نفس الوقت هيتتنسى. علشان كده انت لو في شغلك العادي لو انت بتتعامل بصوره يوميه مع اللينكس هتلاقي كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي you're using it every day، سواء بتستخدم اللينكس كيوزر او بتستخدمه كديفلوبر هنلاقي حاجات كتير من الحاجات ديت بنستخدمها كتير كل يوم، لان زي ما اتفقنا معظم مكونات الكورس هي مجرد مقدمه للينكس، وعشان كده هتلاقي الحاجات دي كتير قوي الواحد بيتعرض لها. ده لو في حاله انك انت مكتفي باللي درسته مجرد بتابلاي، وطبعا لما بتابلاي بيبقى في بتتعلم حاجات زياده هنا هير اند ذير. الحاجة التانية ان انت ممكن تبقى عايز تتخصص، لا انا عايز اخش اكتر واتحول مش مجرد يوزر لللينكس، انا عايز ابقى ادمنستريتور للينكس سيستم. الكورس ده مجرد زي ما قلت مقدمة، انما في a lot of other theory او knowledge you need to know علشان تبقى to be able to administer linux system او linux based network. فدي برضو من الاريز اللي ممكن تكسباند يور نوليدج فيها. ممكن الكوماندز اللي احنا اخدناها في خلال المحاضرات كلها اخدناها individual commands، يعني ايه كوماند ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وهكذا. في حالات كتيرة جدا انت بتحتاج تستخدم الكوماندز دي بس مش دايركتلي على الكوماند لاين انترفيس، وانما في كذا as a part of a script. فمن ضمن الحاجات اللي انت ممكن تكون interested انك تتعلمها ازاي تبني باش سكريبت وتستخدم الكوماند اللي اتعلمناها دي جزء من الباش سكريبت. الباش سكريبت فيها a lot of mechanisms انك تخليك تعمل حاجات كتيرة جدا. يعني الكوماندز اللي احنا بنتعلم عليها قوية في حد ذاتها، ولكن مع استخدام الباش سكريبت ممكن تبقى اقوى بكتير وتعمل حاجات كتيرة very advanced. الحاجة التانية انك انت ممكن لو انت interested او الفيلد بتاعك هو development، فانت ممكن تبتدي تعمل development of linux based
سيستمز. اللينكس بيس سيستمز ممكن تكون ديسكتوب ابلكيشنز او بتكون في امبيدد ابلكيشنز. الامبيدد لينكس از بيكامينج يعني وان اوف ذا موست كومن بلاتفورم فور امبيدد سيستمز، بالذات اللي هي الامبيدد سيستم الادفانسد او المور بروسيسنج ديماندنج، ومش اللي هي فيري سمبل امبيدد سيستم زي الاردوينو ستاف وكده. انما معظم البوردز اللي هي سوفيستيكيتد بوردز او اللي بتعمل حاجات بتعمل مور ادفانسد فيتشرز ومحتاجه سترونج بروسيسنج وسترونج ميموري وسترونج فيتشرز في الاوبريتنج سيستم، معظمها متجه ناحيه اللينكس. عشان كده النولج دي ممكن تابلاي في انك انت تخش في فيلد بتاع الامبيدد لينكس ديفلوبمنت. طيب نمسك وحاجه حاجه من المواضيع اللي انا اتكلمت عليها. لو انا عايز ابلاي النولج دي ان اكشن، زي ما اتفقنا احنا اتعلمنا حاجات كتيره كوماندز اند يوتيليتيز which will be very hard to maintain the information دي وريمبر ات، جاست ان احنا الواحد كده مجرد حضر المحاضرات او ذاكر الكونتنت. انما ان انت apply it in your life, apply it in your daily life في الشغل او الدراسة، بحيث ان الحاجات ديت ايه you can get it into action وتعرف استخدامات ليها ايه اكتر. في بعض التكنيكس هتلاقيها as common as others، وبالتالي هيثبت طبعا الحاجات اللي انت بتتعامل بيها ايه بتتعامل بيها اكتر. وفي حاجات as you go هتلاقي more tools and more utilities بتستخدمها، يمكن احنا ما اتكلمناش عليها في الكورس، بس انت هتلاقي نفسك الحاجات اللي هي بتستخدم اكتر تتعلمها انت on your job. بس الكورس ده كافي ان هو يخليك تعرف قدامك لينكس بوكس او لينكس ماشين، يخليك تعرف تنافيجيت يور واي وجيت ستارتد. وبعد كده ممكن بقى تتعلم الحاجات اللي هي مور سبيسيفيك. زي ما اكيد معروف ان تعلمك لحاجه بروجرامينج لانجويج او سي ال اي انترفيس او كده، زي بالظبط تعلمك للانجويج لغه، if you don't use it you lose it. يعني لازم apply it, find project to work with وكده، والا المعلومات دي مجرد اذا عرفتها اوكي كويس وبعد كده سنه سنتين وتلاقي المعلومات كلها راحت. طيب بالنسبه للاوبشن الثاني انك انت تخش في الفيلد بتاع Linux System Administration، زي ما اتفقنا ان السكوب بتاع الكورس ده كان موجه ليوزر لينكس سيستم، سواء اليوزر ده هيستخدم اللينكس في الحياه العاديه او في مجال الديفلوبمنت. انما لو انت بتتعامل مع امبيدد سيستم فانت مش مجرد يوزر. ليه؟ لان الامبيدد سيستم ده از يور اكنه يور سيستم، يور ادمنسترينج ذيس سيستم. فحتى لو انت مش هتشتغل في مجال الادمنستريشن اوف لينكس سيستمز على بيج نتوركس، بس حتى لو تتعامل مع امبيدد سيستم هتلاقي نفسك انك انت بتتعامل مع ازاي تتعامل مع يوزرز اند جروبس، ازاي بتتعامل مع سيستم كونفيجريشن الكونفيجريشن فايلز اللي في سلاش اي تي سي، ازاي بتكنترول ا لوت اوف اسبيكتس زي الكيرنل بيبوت، كل الحاجات دي. علشان كده لو انت كامبيدد ديفلوبر يو كانت جاست ليرن الحاجات اللي هي بيستخدمها اليوزر العادي، يو نيد تو نو سم ادمنستريتيف نوليدج كمان في اللينكس. وده عشان كده الكورس دخل شويه في بعض الحاجات اللي اليوزرز العاديه ممكن يكونوا مش بيستخدموها. انما انت لو عايز تستخدم تعمل لينكس ادمنستريشن از كارير، فدي بقى في حاجات كتيره اكتر من كده المفروض ايه تتعلم. موضوع الباش سكريبتنج، الكورس ده تعرض لللينكس كوماندز على هيئه انك انت بتكتبه على طول على البرومبت. انما الكوماندز دي زي ما اتفقنا ممكن تابلاي على الباش سكريبتس وتقدر تستخدمها تعمل بيها فيري باورفول تولز. فممكن تلاقي نفسك عندك حاجه عايز تعملها مور ريبيتيتيف او كده، فبدل ما تقعد تكتب لها كوماندز ممكن تبني لها باش سكريبت، او انك انت تفهم الباش سكريبتس في بعض الاحيان اللي بتبقى جايه مع الديستريبيوشن او جايه مع اي تول ثانيه، تفهم ايه اللي بيحصل بحيث ده بيساعدك في فهم الشغل بتاعك. الباش سكريبتس هي مجموعه من استخدام مجموعه من الكوماندز دي، بس اون توب اوف ذات في ا لوت اوف ميكانيزمز لوبس اف كونديشنز حاجات كتيره ممكن بقى اون توب اوف اللي اتعلمناه. عشان كده دي محتاجه سيبريت كورس ان الواحد يتعلم. الحاجه الثانيه ممكن تعملها بالمعلومات اللي اتعلمتها في الكورس هو انك ديفلوبمنت على لينكس سيستمز. الكورس ده موجه زي ما انا قلت له قبل كده، الكورس ده مش بيتطلب انك تبقى عارف ديفلوبمنت، مش بيتطلب انك عارف لانجويجز،
بس بيساعدك is more than just access addressing, more than just a user. لأ بنكلمنا شوية كتير قوي عن ده ممكن كديفلوبر ممكن تحتاج الحاجات ديت. الاكزامبلز بتاعتنا كانت دايما موجهة لناحية الديفلوبمنت. فانت محتاج انك تعرف a lot of this material لو انت كديفلوبر. بس طبعا لو انت بتعمل دخلت في الديفلوبمنت في a lot of tools, a lot of things you will need to learn on top of اللي اخدناه في الكورس ده. ولو انت في الامبيدد ديفلوبمنت زي ما اتفقنا لا محتاج اكتر كمان في الديفلوبر العادي, لان الامبيدد سيستم ده اكنه جهاز انت you own it and you administer it and you do you set everything فيه. عشان كده اهو يبقى هو اكنه بيبي لينكس سيستم, فمحتاج انك تعرف تفاصيل اكتر وانت بتستخدمه. فلو انت عايز تكمل في مجال الامبيدد لينكس ديفلوبمنت فانت محتاج انك تعرف بيوند الديفلوبمنت العاديه, ومعرفتك باللينكس هتلاقي ان في بقى تفاصيل اللي ممكن مثلا حاجه زي اللينكس درايفرز, ممكن حاجه زي تتعامل مع هل تعمل حاجات على اليوزر بلين ولا على الكيرنل سايد, تبني ديفايس درايفرز او تهاج ذا كيرنل, او تبني مع لو ليفل سبورت ازاي انك بورده مثلا هاردوير بيسموها بير ميتال او بورد تبني خليها سبورت اللينكس. يعني تبتدي من الهاردوير خالص وتقوم قايل الهاردوير ده انا عايز اخلي انها ترن عليها لينكس. فيو هاف تو ستارت فروم سكراتش, وفي الغايه ويبقى الهدف بتاعك انك تقدر توصل بس للينكس برومبت. في ناس كتيره يكون هو ده المجال الشغل بتاعها او مجال السكيل سيت بتاعتها هو بيلدينج بورد سبورت باكجز, اللي هو building the software that will enable الهاردوير ده انه هو يكون هوست لينكس سيستم, وبالتالي يقدر يستفيد من كل المزايا اللي جايه مع اللينكس. اتكلمنا في محاضره النهارده عن conclusion لكورس understanding Linux. اتكلمنا شويه بسرعه عن احنا اخذنا ايه خلال الكورس, وبعدين اتكلمنا عن ايه الخطوات اللي بعد كده, ايه الرود ماب لو انا عايز اكمل في هذا الاتجاه اعمل. ارجو ان يكون ان جنرال الكورس كان مفيد ليكم, وارجو ان يكون جاوب على بعض الاسئله او يمكنكم من انكم تخشوا في الفيل ده, او يكون لو اللي شغال في الفيل يكون نظم افكاره شويه في هذا الاتجاه. بس انا عارف برضو ان الكورس اولا مش هتقدر تستفيد منه غير لو جربت الحاجات دي كلها بايدك واشتغلت بيها فتره, لان الحاجات اللينكس زي اي لانجوج او حاجه لازم تبراكتس اكتر عشان تعرف تشتغل بيها. الحاجة التانية انا متأكد ان في حاجات كتير جدا انا مقلتهاش, وهتلاقي نفسك بتستخدم لما تحتاجها هتتعلمها وتستخدمها وتلاقي نفسك انك عارفها, فبحيث انك تكسباند يور نوليدج. ولو انت عايز تتخصص في المجال ده او تعمل حاجة بتتطلب حاجات اكتر من اللينكس, ففي اتكلمنا شوية في المحاضرة عن ازاي نكسباند وازاي نشوف نستكمل يعني الكارير بتاعنا في اتجاه الحاجات ديت, او نزود السكيل سيت بتاعتنا في اتجاه اللينكس او الامبيدد باستخدام اللينكس. ارجو يكون الكورس كان مفيد, ولو في اي اسئله يا ريت تحطوها على الديسكشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.